السلام عليكم. نحب نحكي على الكلب الواطي الجرذ اللي هبط علم تونس من فوق جامعة منوبة وحط مكانه علم التوحيد، كأنه احنا ماناش موحدين وكأنه احنا في حاجة اللي هو باش يورينا اللي احنا مؤمنين. نحب نقوله يلي ماكش راجل يا حيوان، راية التوحيد يرفعوها في الجهاد أو في الحرب، لكن أنت هنا ماكش في حرب وماكش في جهاد أكيد، لأنه 99% من شعب تونس مسلمين. تي أفغانستان اللي هي الوكر متاع القاعدة ما بدلوش عالمهم، السعودية اللي فيها بيت الله كيف كيف ما بدلوش عالمهم، وأنت يا خامج يلي ريحة صباتك تضرب تقتل من بعد كيلومتر جاي تحطلنا في عالم أسود كيف قلبك، عالم أكحل فوق جامعة منوبة رمز العلم والنور، نبدلوا الهلال والنجمة ونورهم ورمزهم العقائدي الإسلامي بسواد قلوبكم شليق الكحلة متاعكم يا جبناء يا كلاب. عالمنا غالي يا رخاص، والفتاة اللي طلعت ودافعت عليه أغلى منكم وأغلى من ألف لوطي كيفكم يا أوباش، يا سلفيين يا عبيد أمريكا وعبيد المهلكة العبرية السعودية، انتم صهاينة في شكل إسلاميين، انتم ما تمثلوش الإسلام، الإسلام براء منكم يا كلاب. لما احنا ناكلوا الضرب من البوليس لأننا نددنا بقدوم هيلاري كلينتون الجيفة وجحش قطر البهيم، انتم وين وقتها؟ وين يا كلاب؟ كل واحد فيكم راكش مع واحدة متنقبة ومنقبة ومنقوبة من جهات الكل وتفسدوا تحت غطاء الزواج العرفي، بعد يقولوا اسلام، اما اسلام تحكيوا عليه، اما اسلام ما هوش اسلام اللي تعملوا فيه، وما كمش تدافعوا على الاسلام، انتم تشوهوا في الاسلام. نظفوا رواحكم قبل، نظفوا أجسادكم وعقولكم قبل ما تحاولوا تنظفوا غيركم يا جهال. الجهل مصيبة كبيرة يا ربي، الجهل مصيبة. الحمد لله على كل شيء. السلام عليكم.